تحية مشاهدين لكم عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، ونتمنى لكم مباراة كبيرة في هذه الأجواء. من كابينة التعليق تواجد معكم فارس عوض. دقائق تفصلنا عن بداية مباراة أخرى من منافسات دوري 48 ساعة لأبطال فوت، مباراة تستحق المشاهدة والمتابعة، فرصة أمام أصحاب الأرض لاستغلالها بالتأكيد للوصول لمستوى أعلى في الترتيب العالمي. عليهم بذل كل ما لديهم من جهود من أجل تحقيق النتيجة المرجوة. إذن هذه هي التشكيلة الأساسية مشاهدينا للفريق في مباراة اليوم. الفريق راح يعتمد على طريقة الـ 4-4-2 الاعتيادية. رياض محرز لينية مثالية خلف المدافعين، يتصدى نوير لكن ما زالت فيها خطورة. كرة تذهب للخصم دون معاناة بعد تمريرة سيئة. رياض محرز، فابينيو، كرة باتجاه مرمى، وجدت الحارس بالمرصاد. والآن مع التوقف والتبديل، محاولة لإحداث تغيير في المباراة من خلال مقاعد البدلاء. بإمكان إرسال كرة عرضية خطيرة الآن. فابينيو، الحكم يؤدي الأفضلية، وصلت اللعب الآن بدون احتساب خطأ. فرصة لإرسال كرة عرضية من مكان ممتاز. المدافع يتدخل في الوقت المناسب ينهي هذه الفرصة. أشرف حكيمي، لوثر ماتيوس، أشرف حكيمي، الكرة تقترب من دفاعات الخصم. آلان، انتهت المحاولة والكرة مع الفريق الخصم. روبرت ليفاندوفسكي، عند الكرة الآن، يفقد الاستحواذ. رياض محرز، كرة باتجاه المرمى. تنفذ قصيرة. ماذا سيفعل الآن؟ ركلية من جديد. ضربة ركلية لا تمر إلى المنطقة. بتروح الكرة للخصم. تمركز ممتاز يساعدك في قطع الكرة. آلان، بناء جيد لهذه الهجمة. قطع للكرة في الوقت المناسب. مولر، لوثر ماتيوس، أشرف حكيمي، والكرة عند لوثر ماتيوس الآن. موزيس سيمون، كيف راح يتصرف فيها؟ غريمالدو، ضاعت الكرة. ضاعت الفرصة، يفقد الكرة.
رياض محرز. ميرتنز بيرسل كرة بينية، عدت وكرة خطيرة، كرة بتتخلص بعد انطلاقة كان ممكن تشكل خطورة. توماس مولر، تيمو فيرنر، الله على قطع الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة. رافا سيلفا، رياض محر، المساحة أمامه في هذه اللحظات. الله على هذه الكرة، السيطرة تنجح، فرضوا الأسلوب، سيطروا وتحكموا، التعادل السلبي ينتهي، هدف أول في هذه المباراة، بعد عدة محاولات، عدة كرات، اشتعلت القمة الآن. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. روبرت ليفاندوفسكي، تيمو فيرنر يفقد الكرة، غريمالدو، كرة في الجناح، درايس ميرتنز، رافا، درايس ميرتنز، آلان يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. آلان مر فيها، عدى فيها، الله على المهارة. الوقت بدأ الضايع، دقيقتين فقط، مرور بشكل سليم من محرز، تبادل التمريرات أمام المرمى، البحث مستمر عن فرصة للتسجيل. تمريرة بدون تركيز تذهب للكرة المنافس. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 1-0. بالنظر لمستوى درايس ميرتنز في شوط المباراة الأول، سجل هدف مهم لفريقه، كان هدف التقدم في الشوط الأول، معنوياته مرتفعة الآن، سيحاول أن يضيف المزيد في الشوط الثاني. لن نعود مع حضراتكم عن انطلاقة الشوط الثاني من هذه المباراة، ولتقع ضمن إطار منافسات دوري 48 ساعة لأبطال فوت. تمريرة باتجاه الجناح، جيرارد مورينو، تيمو فيرنر يسترد الكرة في منطقته، مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء في أرضية الملعب، دقة كبيرة في التمرير. غريمالدو، ديغو كارلوس، مهارة في التمرير غير عادية، ويظهر ذلك أيضا في مباراة اليوم. فقدوا الكرة، الكرة تقترب من دفاعات الخصم. جيرارد مورينو، رافا سيلفا، بتروح الكرة للخصم، مساحة كبيرة على الجناح، يقطع الكرة في مكان خطير،
فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. ميرتنز بيرسل كرة بينية، هجمة لم تصل لأي شيء. جيرارد مورينو، أشرف حكيمي، كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. رياض محرز، الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. دراس ميرتنز، الحارس يبعد الكرة. الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. جوردان هندرسون، تيمو فيرنر، جيرارد مورينو، ملعوبة إلى تيمو فيرنر، فرصة الآن. تعادل يأتي، يعيد المباراة للبداية، مباراة بتنافس عالي، تقارب في المستوى، نتيجة تعبر عن الإثارة الموجودة في أرضية الملعب. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. آلان، رياض محرز يتقدم بالكرة، يفقد الكرة، كرة بينية خلف المدافعين، يتقدم باتجاه المرمى. أوهو، مرت الكرة، مرت، عدت الكرة من فوق الحارس، الله على النهاية. الله على الإعادة وعلى هذه الكرة. تقدم حارس المرمى، حاول أن يضيق المساحة لكن الحلول موجودة، تجب من فوق حارس المرمى، تتحرك الشباك. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. كرة تذهب للخصم دون معاناة بعد تمريرة سيئة. كرة بتضرب الخط الخلفي، في النهاية لم تصنع أي خطورة. غريمالدو، بلينية 100 ثانية خلف المدافعين، كرة بتضيع. تيمو فيرنر، بلينية ملعوبة بشكل ممتاز، الله على النظرة. رياض محرز، ضغط جيد من الفريق، يستعيد الكرة الآن. نقل ممتاز للكرة في الثلث الأخير، فرصة هدف أمام ليفا. أوهو،